صباح الفل يا باشا. هاي جم جاموز بسم الله ما شاء الله عليه، هو يا جماعه داخل سوق دمنهور العموم الدولي. شوف شوف الخير هو يا جماعه، الله اكبر. في كم دي بقى؟ يعني تفصل ك لسه شريحه. صباح الفل يا غالي، صباح الفل. شريحه؟ يقول لسه شريحه؟ عيد لجاموز بسم الله ما شاء الله عليها برضه يا جماعه، هي مال طيبه. هو شوف شوف الخيره هي يا جماعه، بتقول لسه الشرابك يا احمد. هو فين ابو؟ شوف شوف الخيره هو يا جماعه، عيد لجاموز بسم الله ما شاء الله عليها برضه يا جماعه، مال طيبه هي. محمد شوف شوف الخير هو يا جماعه، الله اكبر. عيد يا موسى يا جماعه، الله يرزق كل الناس ان شاء الله ويبارك. عيد يا موسى بسم الله ما شاء الله عليها يا جماعه، تاني 16500 مال طيب هو يا جماعه. زي ما يقول دي ما كسرتش ولا سنه لسه يا جماعه، هي لباني علينا على الرقبه يا جماعه. معلم الشاب حاج ابراهيم جوهر برضه يا جماعه، راجل محترم برضه هو، عرض محترم هي يا جماعه، ربنا يرزق الناس ان شاء الله ويبارك. عرض مميزه هي يا جماعه من معلم ابراهيم جوهر. اي بسم الله ما شاء الله عليها يا جماعه ب 17000 جنيه. عجمية جاموس مال طيبة اهوت يا جماعة، دي متوسط وزن حوالي 370 كيلو أو 380 كيلو. ربنا يرزق كل الناس إن شاء الله ويبارك كل الناس. أي واحد يا جماعة بيتفرج على الفيديوهات بتاعتنا برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، يوصلوا أكبر قدر ممكن من الفيديوهات. أي واحد عايز يتابعنا على الفيسبوك صفحة قناة يوميات سوق المشرق الخيرة، بترحب بكل الناس. بنشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.